على فريق المصري بنتيجه 2-0. معايا في هذه اللحظات كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. كابتن حسام، برحب بيك في البدايه وببارك لك على الفوز المهم جدا على فريق المصري النهارده. عايز اخد تقييمك بشكل عام للاداء الفني للنادي الاهلي في هذه المباراه. انتوا بتاخدوني بشكل سريع، طب قول لي مين ماسك في الاستوديو؟ كابتن محمد، ياخدنا كده وتفضل على طول. ده كروي كابتن محمد فاروق، كابتن اسامه عرابي، كابتن شريف عبد المنعم. تحياتي ليهم طبعا، لكابتن شريف، كابتن أسامة، كابتن فاروق. مكسب مهم طبعا الحمد لله، وثلاث نقاط مهمين جدا. زي ما انا بقول، يمكن مرحلة المصري كان مقسمين المراحل طبعا والمباريات، فكانت نهاية مرحلة مباراة مهمة مع فريق طبعا بيأدي بشكل مميز وموجود كتاني فرقة موجودة على جدول الدوري العام. فأكيد كان ثلاث نقاط مهمين، زي ما احنا عارفين ثلاث نقاط في مشوارنا بيبقوا كل مباراة مهمة، لكن أكيد لما بتلعب فريق منافس الثلاث نقاط بيبقى ليها حسابات أخرى. وزي ما احنا عارفين طبعا المؤجلات عندنا في أربع تقريبا مباريات مؤجلة، فكل خطوة بنقدر نكسب فيها ثلاث نقاط بتساعدنا بشكل كبير جدا للوصول للهدف بتاعنا ان شاء الله. عايز اتكلم على دكه البدلاء كابتن حسام، ويمكن ساعده جدا الجهاز الفني من خلال تجهيز الجهاز الفني للاعبين الاحتياطيين بالنسبه للنادي الاهلي في ظل غيابات واصابات لبعض اللاعبين. شفناهم النهارده او في خلال المباريات السابقه ان هم بيأدوا بشكل جيد جدا. اكيد طبعا، لكن انا تملي باكد لك بقول لك ان اي لاعب موجود في قائمه النادي الاهلي يعني جدير ان هو يبقى موجود في الـ في الـ في القائمه الاساسيه ويبدا، والمنافسه بتبقى صعبه. ودي طبعا شكل النادي الاهلي بشكل مستمر، المنافسه تملي بتبقى في صالح اللاعبين، وبيبقى في بعض الاحيان في حيره. لكن بتفق معاك طبعا ان في غيابات كثيره جدا وبالذات في خط الدفاع، لكن بنشوف لعيبه مميزه لعبت وعندها ريكورد كبير جدا في اللعب زي صبري وزي سعد وزي فتحي. طبعا دول لعيبه عندها ريكورد كبير في اللعب، لكن انا بقول الحمد لله برضو في مكسب بالمكاسب اللي يعني انا سعيد بها جدا، هو ايمن اشرف. مكسب المرحله كابتن حسام، المرحله بالظبط. تلعب مدرك يعني، مدرك يعني كويس اللفظ اللي انت بتقوله، مكسب المرحله يعني هي مرحله انتهت، فان شاء الله يبقى مستمر بالشكل ده ضاف لنا. ويمكن انا سعيد كمدرب كمان، لان انا لما كنت بتعاقد مع ايمن كان كل تفكيري في الحته دي، وعاوز واحد بالرجل الشمال في حته السرد باك لاشياء طبعا في دماغي فنيه. فجات الظروف طبعا، هو تاكد امكانياته وقدراته، لان طبعا ايمن انا من اللعيبه اللي انا يمكن طلعتهم ولسه كان موجود مع فرق الشباب، وعندي ثقه جدا في امكانياته فبيأدي بشكل كويس. فاتمنى له ان شاء الله الاستمراريه ان شاء الله. بعد كان بيقول النادي الاهلي عنده اربعه باك شمال، ايمن اشرف بيلعب مساك وبيأدي بشكل اكثر من رائع كده. بالظبط، يعني انا بقول لك يعني لا، هي اثناء التعاقد لما قالوا ان احنا عندنا ثلاثه ظهراء يعني بيلعبوا في حته الشمال، فكان كل تفكيري لا، ايمن هيبقى في حته سرد باك، وبالذات كمان بعد رحيل حجازي والحته ديت، وعندنا طبعا المجموعه المميزه زي سعد زي رامي زي نجيب، فاكيد هو مكسب لينا الحمد لله. رؤيتك للمرحله المقبله في ظل ضغط وتوالي المباريات؟ لا، هو احنا طبعا بنفكر في المباراه اللي بعد كده على طول، عندنا مباراه مهمه جدا مع انبي كمان ثلاث ايام ويوم الرابع ان شاء الله. فهي مرحله جديده هتبقى بالنسبه لنا، مرحله مهمه ان شاء الله نبداها ان شاء الله. وزي ما انا بقول، المؤجلات والمباريات اللي هي مقرره في جدول الدوري العام الى ان نصل ليها باذن الله مهمه جدا بالنسبه لنا، وكل مباراه مهمه، لكن المرحله دي مهمه جدا يعني. توفيق يا كابتن. شكرا. شكرا. ده طبعا كان لقائنا مع كابتن حسام البدري المدير الفني للنادي الاهلي. مبروك لكل جمهور النادي الاهلي، خطوه جديده ومهمه جدا في مشوار النادي الاهلي في هذه البطوله نحو الاحتفاظ بالبطوله للموسم الثالث على التوالي، خصوصا في ظل النادي الاهلي بيفوز على فرق كبار وهم بيعتلوا القمه، سواء النادي الاسماعيلي في المباراه قبل السابقه وايضا فريق المصري اليوم. فبالتالي النادي الاهلي ماشي بخطى ثابته نحو اعتلاء قمه بطوله الدوري العام، ومن ثم تحقيق هذه البطوله من خلال مشوار لسه بدري، مشوار اكيد طويل، لكن رجال النادي الاهلي والجهاز الفني على قد المسؤوليه، وان شاء الله يحققوا هذه البطوله هذا الموسم. دي كانت طبعا لقاءاتنا هنا بعقب نهايه مباراه الاهلي والمصري، فوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0. ايضا هيكون معنا المؤتمر الصحفي الخاص بالكابتن حسام البدري عقب هذه المباراه. عوده لك يا كابتن فاروق. شكرا كمير.